الناس اعتقدوا في الأسباب، انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: اعتقاد صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. كيف؟ ترى بعض الناس هدانا الله إياه وإياهم، كثير هذا يعلق على البيوت أو على الدواب أو على السيارات أو على الأولاد أشياء منها، يضع رأس ثور صحيح أو سمك حوت أو رأس ثور أو رأس نمر أو أسد أو كذا أو عيون أعين الذئاب أو خرزة زرقاء أو كف خمسة وخميسة أو حافر الفرس قطع الحديد أو نعل قديمة أو إطارات السيارات، أو ترى في التريلات عندنا الشاحنات الكبيرة تراها يعلق خرق سوداء مقطعة هكذا صحيح؟ نعم. أو يضع أشياء يضعوها من البحر أو قطع من النسور، قطع من بعض الحيوانات، بعض الأشياء، بعض الأشجار، شجر صبار كذا. وبعضهم يكتب بعض الكتابات: عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني، يا صحيح؟ عين الحسود لا تسود، عين الحسود فيها عود. والله لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال: لأن هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، شرك أكبر. وإذا قال هذه أسباب نقول هذا الشرك أصغر. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد؟ نعم. لديه بيوت؟ نعم. لديه دواب؟ نعم. علق شيئا من هذا؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله، الحمد لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تمام. حتى المعلق من القرآن لا يجوز. يعني الآن قال: أنا أكتب على السيارة آية الكرسي، أو في صدر المجلس تدخل أول ما تدخل إلى البيت عند باب البيت قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، صح؟ أو في الصالون أو في السيارة يضعها، أو يضع مصحف عندما اشترى اللكزس قال أضع مصحف حتى لا تصدم مثلا، أو على الأولاد أو كذا. لا، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن نعلق من القرآن لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول من الشرك، وكراهية السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، والكراهة عند السلف تحريم، وفيها فتح باب شرع على الناس، لأن هذا يعلق من القرآن، هذا يقول كل التعليق جائز، يغتر الناس بهذا الفعل، وفيها امتهان للقرآن، لأنه يضع على الولد الآن يأتيها التميمة هذه كانت من القرآن، يأتيها من بول الصبي أو قد يدخل بالصبي إلى الحمام. إذن من القرآن ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، أو يكتب على السيارة الله يحفظك، أو في حفظ الله مثلا. لا، لا نصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان عليه، بل قلنا دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية السلف وامتهان للقرآن وفتح باب شرع للخلق. تمام.